في الحقيقة كنت أتوقع أني بسمع بعد الثلاث ساعات اللي تفضل فيها المستجوب الأول دكتور عبد الكريم الكندري إضافة لأمور قد يكون يعني ما أعطيتها حقها، لكن سجلت كل الأمور اللي تكلمت فيها. يقول لي ما تكلمت فيها، بأي لغة أتكلم أنا؟ نفس الخطأ السابق للحكومات السابقة، يكتبون لك وتطلع تقرأ. إذا طلعنا نواجه قلتوا هذه تكتيك، إذا ما قلنا بنستخدم الدستور قلتوا لنا فيها شيء، رسنا على بر. أنا من أول يوم وإلى آخر يوم هالحكومة إن شاء الله إذا كتب لها عمر، وقايل حق إخواني إلى آخر عمر المجلس، لكم مني أربعة حاسبوني عليها إذا ما احترمت الدستور في استجواب، إذا طلبت حالة دستورية أو جلسة سرية أو تشريعية أو طلب أمد. واجبي إني أوقف وأشرح لكم، يا أكون قادر إني أقنعكم يا ما أستحق هالمكان. هذا واضح بالنسبة لي. حاولت أعرف شنو أبرد عليه الحين، نفس الخطأ السابق مكتوب لك وتطلع. أنا ما أبي أقول إني أرى 40 سنة على هالمنصات، من إقليمية العربية القارية الدولية، أكتب وأواجه باسم الكويت وأدافع عن الكويت. أنا يكتبون لي وأطلع أقول كلام ما أعرف شنو معناه؟ ما هقيتها منك أخوي الصغير بالسن عبد الكريم الكندري. أنت تعرف منه صباح الخالد، وتعرف شنو وضعه بالمنصات. ما ترهبني منصة، وخاصة بعد إذا كنت مع أخواني وخواتي بالقاعة لخدمة الكويت، إحنا نكون على المنصات لندافع عن عدم الإساءة للكويت وإبراز دور الكويت. نكون في جو مثل هذا تربطنا مواطنة وأخوة، نتراجع نرتجف نرتعب؟ لا لا، هذا أمر جبلنا على خدمة الكويت وتربينا على خدمة الكويت ونموت على خدمة الكويت إن شاء الله. حكومة مؤقتة، أنا قلت حكومة مؤقتة يا أخوان، أستاذ قانون يقول لي أنت برافعتك تقول حكومة مؤقتة. طلعت لي معالي الأخ الرئيس المضبطة وخلنا أشوف وين قلت، وأعترف أني غلطان إذا قلت أنا حكومة مؤقتة. لو عمرها يوم ما أقول مؤقتة، أنا قلت أقصر عمر زمني لها جاءت بآخر دور انعقاد، مع إعلان نتائج تعلن استقالتها.